لجميع المشاهدين اللي يشاهدونا بحلقتنا لهذا اليوم من ظواهر على قناة زاكروس الفضائية. اليوم راح نشاهد وراح نتعمق بكثير من الظواهر اللي موجودة في مجتمعنا، ولكن من بعد هذا الفاصل وراجعين. بعد هذا الفاصل راح نشاهد أولى ظواهرنا اللي راح تتكلم عن التحرش الموجود في المجتمع بالآونة الأخيرة. الكثير من البنات اللي دي يتقيدون بطبتهم وطلعتهم إذ كان ويا صديقاتهم وإذا كان ويا عوائلهم الكريمة، ما حد ياخذ راحته. ليش؟ كله في سبب التحرش. خلينا نروح نشاهد هذه البنت مسار شلون تحارش بيها وراجعين. ماكو الوان مدرسيه مدى القى، بس هذا مو حلو مال المدرسه، ساده يصير هذا حلو. عفوا اختك البنيه؟ ها اختك ليش؟ انا ابن اخويا اليوم عيد ميلاده وداخذ له ملابس قدها، اقدر اقيس؟ لا سمعتي هذا تريده؟ اي ايش قد عمرها؟ 9 سنوات. اي هذا تقريبا، لو تاخذ قياس اكبر يكون افضل بنمره واحده. ما اشتغل شنو هالجمال؟ تعال هذني هم حلوات. هات شو تزني هاي بيدك؟ شلون خلاك تطلعين ببعدك؟ شلون خلاك؟ شلون؟ ايش قلت؟ ببعدك. تعالي ايش قلت؟ ها؟ ايش قلت وياي؟ وجهك لحكي؟ لا لا مرني حبيبي. شلون اسعد انا ذني؟ قلبي شنو اللي عجبك؟ المحل عطى يخبل. اكيد اكيد القمر بالمحل. شنو الشغل شنو؟ انت ما تستحي؟ شنو؟ ما تستحي؟ يعني هسه انا حاجيك بيني وبينك، انت ما تستحي؟ جاي اشتري انا الملابس. لا شنو الكلام اللي جاي الذبه؟ كل ما تفوت من يمين. شويه خجل واخلاق وخليك محترم. على مود لا تنهان. من بعد ما شاهدنا مسار شلون تحرش بالبنت، واكيد كان المشهد تمثيلي بين هذه البنت وبين مسار، ولكن حبينا نسوي هذه الظاهره حتى نشاهد الناس شلون راح تتدخل، وحتى نقوي بناتنا انه لازم تاخذون القرار الحاسم بهذا الموضوع وتعطون رده فعلكم الحقيقيه، وابد لا تسكتون عن التحرش. هلا نروح نشاهد الناس شلون كانت رده فعلها بهذه الظاهره وراجعين. أنا ترى بعدني ما متزوج. بس لو علي دفتر شو خلوش تطلعين بوحدك؟ أنت عندك أخت؟ ها؟ بس أسألك سؤال، عندك أخت؟ يلا يلا أختي ما صار شيء. اصبر أختي حلوة. إحنا شباب يعني بنية جاية تتزوج وياها بنتها، حتى على ورد الآن ما عليك. بس حلوة. الله يستر عليها. ماشي؟ عيب حبيبي. عيب صديق. جاي اشتري يعني. تفضل وجهك حبيبي، خذ راحتك. حبيبي. تعاني مال. هاي ايش قصة علي؟ هذه قطعة؟ 2000 ونص. والله قطعة هي. شلون؟ أقول قطعة حلوة هاي. بيع الوان. سيدة أنت مش تاكلين الصبح؟ هسه أني رزلتك، الولد رزلك. جاي اشتري ملابس. عيب عيب أبويا عيب. جوا يلا يلا يلا. يلا جوا 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 يلا جوا جوا. تشوفه عيب، اقول لك عيب. نزل جوا شو جوا؟ شو جوا؟ اني اسف.
يجينا منا ماما. يعني والله احنا واحد يعني حتى من السواق ما ياخذ راحته. اخويا ان جاي اشتري لاخوه هنا ما جاي اشتري. حتى اشتري ما تخاف مني. ما جاي اشتري. ما جاي اشتري شايف اختفي. تجربة اجتماعية ثواني اني اسفة بس تفضلي هنا. شنو ما تجربة اجتماعية؟ زين اسألني ليش اذيتني اني ليش اذيتني اني شايلة بالموضوع. تفضلي هنا استاذ. تفضلي هنا خلي نحكي وياك. تعالي سجى. تعالي مسار استجمع روحك انت وقف يا مسجى. طيب اسمعني، احنا نلاحظ بالاونه الاخيره الكثير من البنات معنفات ومضطهدات من قبل التحرش. اللي يصير صح لو مو صح بالمجتمع، ان كانوا بالمطعم ويا اهلهم ويا صديقاتهم، حتى لو قعده عمل، حتى بالعمل يصير التحرش. يعني احنا نشوف هذا الموضوع دي يتكاثر كل مكان اكو. ها يطلع برا شوفه خارج العراق يطلع ويروح عادي، يجي هنا يقلب غير شكل. فاي كل من هو عاداته وتقاليده واسلوبه بالبيت، فكل من هو طبعه. اول مره اني لاحظتك حكيت وياه بهدوء بالبدايه. لازم عيب يعني قدام العالم وجهه نظر العالم الها، يعني هي وبتها، وعيب قدام بتها. يعني هذا الاسلوب كلش غلط. هاي شيء من تكبر صح اشوف. يعني حتى التحرش بالمتزوجات احنا بدنا نتعرض له اصلا اكثر دا يصير. طيب كنصيحه للشباب شنو تحب تقول اخر شيء؟ شباب ولا البنات؟ لا ما له علاقه، البنيه شويه خلي يعني اللبس يكون حلو، والشباب كذلك، مو اي وحده تشوفها عبالك وببالك. اللبس يأثر بما أنه أنت ذكرت لي اللبس، يأثر بالتحرش؟ لا ما يأثر. ما له الحرية، يطلع برا خارج العراق، روح تركيا، روح افترى أي دولة، كلش طبيعي. نعم. يجي هنا ينقلب. نعم. هو المشكلة إذا صار إن البنت ما ماخذة حريتها بالمجتمع. صحيح. وبأي مكان تروح له تتعرض لهذا الموضوع والتحرش من الشباب. صحيح هذا الشيء، بس هي البنية من يشوف واحد يتحرش أدير وجهي وأطلع من المكان، ما يحتاج أبقى بالمكان هذا ولا أسبب يعني ضرر أو مشاكل للأهلي وللعالم الموجودين والمجتمع اللي راح يأخذون النظرة من راح يصير هذا الشيء. نعم. اخر سؤال. نعم. تقبل نعرض الحلقه لو عندك مشكله؟ عادي ما عندي مشكله. وانا اعتذر منك استاذ. احنا نعتذر منك اكيد. اعذرني حد. انت حتى يعني عرقانه من العصبيه اصلا. طورت علي. عادي مو مشكله، انا كلش اسف مره ثانيه. لا عادي عيوني، واعتذر منك استاذ حبيبي. بالعكس. فرصه سعيده حبيبي. شكرا لك، تقدر تاخذ راحتك. كلش اسفه مره ثانيه اني. تعال المسار هنا. الضربه وين صارت بالضبط؟ هنا؟ هو ايد، مره كتف، مره راس، شوي شوي. شوف ستنا، هي طبعا هاي الظاهرة موجودة لبعض النفوس الضعيفة، المرأة لها مكانتها، وما يعني مو مثلا أنا أشوف ابني والله لابسة هيك لبس خلها راح أتحارش فيها مثلا هذا الموضوع. بس إن شاء الله من خلال برنامجنا وخلال قناة زاكروس توصل رسالتنا، وأي واحد يتصرف هيك يتصرف هيك يعني يتجاذب هيك يعني رد الفعل مال العالم. طبعا البنت ما راح تسكت على هذا الموضوع. شكرا لك مسار. سجى، احنا دا نشوف التحرش، ديري الوجهك على الكاميرا، دا نشوف التحرش مو فقط دا يكون لمسيا او سمعيا او لفظيا، حتى بالتليفونات يصير عبر البلوتوث، يكتب له شغله يحول لها اياها بالتليفون. هاي من تقعدين مكان عام كل ساعتين نتنين. ما يقدر يقوم يتحرش بيها؟ لازم يسوي تاتش. قاعد قايم لا عادي، لازم يثبت وجوده بالمكان. عيب عليكم انه انت اذا شفت بنيه عجبت فيها ادخل لها عن طريق الحلال، او ادخل يعني صارحها بطريقه محترمه بلا هاي السوالف اللي يسويها مسار. لا سوى السوالف بعد مسار. شكرا للسجا، شكرا لك مسار. بالتاكيد مشاهدينا الكرام رسالتنا كلش مهمه بالذات للشباب، لا تتحرشون بالبنات، انطوهم حريتهم، انطوهم مساحتهم بالمجتمع وين ما يكونون، انطوهم حريتهم للبنات. وبالتاكيد اللبس ما يحكم البنت، اذا كانت مسموح بها التحرش وإن كان غير مسموح بها التحرش. بالتأكيد إحنا إن مكانتنا، والمرأة ليست نصف المجتمع، المرأة كل المجتمع. بالتأكيد رسائلنا ما انتهت لهنا، مستمرين بظواهرنا من خلال قناة زاكروس الفضائية. من بعد مشاهدنا هذه الظاهرة وشاهدنا شنو كانت ردات الفعل اللي تلقاها مسار من قبل الناس، راح ننتقل لظاهرة أخرى. ظواهرنا ما خلصت وبعدنا مستمرين بالظاهرة الثانية اللي راح تتكلم عن التقصير بحق العائلة والأسرة الكريمة، اللي ما من الموجب أنه أي شخص يقصر بحقهم، لأن خطأ هاي الخطوة ولازم يكون قادر على تحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية فتح البيت، وبالذات إذا كان عنده أطفال. خلينا نروح نشاهد مسار تحمل هاي المسؤولية ولا لا.
حليب؟ ماما تريد حليب؟ يلا تعال. جاي تسوين انت؟ جاي تسوين؟ عصير وحليب. انت ليش تحزيني؟ جاي اقول لك ما شايل فلوس. ترى ما دا اخذ شيء مسار. راد عصير وحليب دا اخذ لك. بابا انا ما شايل فلوس، ليش تحرجيني؟ اي عندك تشري معسل وجاير وكارتات. انا جاي اخذ معسل وجاير. الابنك هم مو الي. الابنك دا تشتري، كافي مسار. جاي اقول لك ما شايل فلوس. جيني قدام العالم، يعني أنا تورطت وطلعتك بسأل سؤال، أنا تورطت وطلعتك، شنو أنتِ؟ شبيك مسار؟ شنو أنتِ؟ جلبتي بي جاي آخذ معسل وجقاي وأطلع. كافي مسار كافي، ترى بس زعلتني، شنو هاي مو حياة. جاي أقول لك ما شايل فلوس، لا تحرجيني قدام. زين شنو رأيك بارحة أنا راقبتك تحسب بالفلوس وتضمها، مشايل؟ من يمنا ما عندك فلوس. بس ما تطلع ويا اصدقائك. انت كل ما تستاهلين، انت كل ما تستاهلين. ليش ما استاهل؟ اطبخ وانظف واسوي واداري واغسل جي، ليش ما ادفع؟ سيد حرجين انا ما شايل فلوس. تعال ماما تعال. تعال. قدام العالم كان عفوا عفوا تحركت قبل ابو سمان ما كنت. لا بس يعني صوتكم عادي. اسفين اسفين. قبل كلام فضيحه؟ والله اسال روحك انت دائما فاضح. جاي اقول لك ما شايل، خلني اخذ جقال معسل واطلع. لا تحرجيني قدام. لا شايل مسار، بارحه شفتك تحسب بالفلوس. شايل حرام عليك، ما بدنا ناخذ شيء. الابنك مو الغريب. زين انت سؤال، من يدفع الايجارات؟ يدفع هاي الامور. هذا واجبك. واجبك. من فكرين بالايجار؟ انت؟ ايجارك ايش قد هو؟ كل شهر كل شهر 250؟ لا سحب. لا هو ويا سحب 250. جاي اقول لك ما شايل فلوس. ليش تحرجيني قدام العالم؟ مدنا تفضلت طلعتي شاني ابنك خطيه، ليش تخليه باوع على 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 الاطفال وهو اصلا انت ما شايف انت هاي شبيك؟ لا تخنزر عليه. شوكت الله يخلصني من عندك وارتاح. الو تعال ماما تعال. تريد من هذا؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ مشتاق لي شلون بعد شنو تريد؟ ها؟ حبيبتي هسه ساعة واني احكي ماما لا تخاف مالك علاقة بي احكي شو تريد؟ تمام اليوم هذا؟ اليوم ارجع لك باحلى مطعم حبيبتي بعد تمام اخذ لك علاج؟ شاهدنا مسار شلون قصر بحقهم وشاهدنا نور ايضا ما سكتت عليه، صح سكتت لفترة ما ولكن كله طفح الكيل يا مسار، ما حد يسكت لك بعد، لأنه مو من الموجب أن تقصر بحق عائلتك وأطفالك، هؤلاء أطفال لازم تشتري لهم اليردو ولازم تلبي لهم احتياجاتهم، حتى لا باكر عقبه يطلعون يتسولون بالشوارع أو يطلعون يحتاجون غيرك يا مسار ويسوون أفعال غير لائقة بالمجتمع وبالأخلاق. خلينا نروح نشاهد ردات فعل الناس في هذه الظاهرة وراجعين. يلا حتى الفلوس انا جايب شيء. يلا مع السلامه. مو ابنك صار له ساعه شلون؟ صار له ساعه مو لحق عليك، صار له ساعه يريد يشتري، صار له ساعه يتوسل بك يريد يشتري. انا وابني وما عنده خابر صاحبتك تحكي صدق؟ انت شنو؟ هاي مو مرتك؟ مو زوجتك؟ اخوي انت شنو انت حضرتك؟ هاي مو زوجتك لو لا؟ سؤال مو زوجتك لو لا؟ زوجتي انت شنو حضرتك؟ شنو تعال انا اطلعك باحلى مطعم؟ مو هاي زوجتك، هاي مو لها حق عليك. اخوي انا وعائلتي شو عليك؟ انت شنو انت وشنو عائلتك؟ شنو عائلتك؟ بس اسمح لي انا وعائلتي، انت شنو دخل؟ حضرت ابو الاسواق هذا شنو؟ مو ابو الاسواق، بس احترم نفسك. اخوي انا وعائلتي، انت شنو الفضول؟ لا احترم نفسك. شنو الفضول عندك؟ مو ايش تحكي العالم؟ مو ايش تحكي عائلتك؟ اذا نرجحنا انا ما اشتري. ليش مسار؟ ما اشتري ما عندي. قاعد يحكي وياي انت شنو انت؟ يقول له انا اطلع. لا انت شنو الحق؟ انا قاعد ابنك هذا صار له ساعه قاعد يدفتم. انت صار له ساعه قاعد يبكي. لا تحكي تهمت له. لا انت شنو هالفضول اللي عندك؟ لا تحكي اخويا شنو هالفضول؟ انا جاي اقول لك لا تحكي تهمت له. لا شنو اللي واقف؟ لا الواقف شنو؟ الواقف شنو؟ شنو الواقف؟ انت شو عليك انت؟ شنو الواقف؟ شنو الواقف؟ صغيرتي انت شو عليك؟ هاي مو زوجتك لو لا؟ انا عائلتي شو عليك انت؟ انت هاي مو زوجتك؟ مو زوجتك لو لا؟ ثواني استاذ بس دا احكي وياك اني بس ثواني بس كانت تجربه اجتماعيه. مسار تفضلي هنا انا يمي لو سمحت. مسار ممثل بهاي التجربه الاجتماعيه ونور ايضا ممثله والطفل هذا هم ممثل ويانا. تفضلي هنا انا بس خلينا نحكي شويه بهذا الموضوع. احنا نلاحظ بالاونه الاخيره اسمح لي خل افهمك الموضوع. احنا نلاحظ بالاونه الاخيره الكثير من العوائل او الشباب لما يقبلون على خطوه الزواج تفضل لهنا يا امي
دا يكونون مو قد هاي المسؤوليه، دا يقصرون بحق اطفالهم ودا يقصرون بحق زوجاتهم ايضا. دا نلاحظ انه ما دا يقدرون يقيمون بواجباتهم تجاه هاي العائله والاسره. اذا فاحنا رسالتنا من قناه الذاكره والاسره الفضائيه نريد نسلط الاضواء على هذا الموضوع وهاي الافه اللي منتشره في المجتمع بالاونه الاخيره. مو مرات اكو مواقف التعب، يعني التعب الاعصاب مرات اكو شيء تشوفه. احنا هذا واقع قاعد نعيشه صراحه، يومي قاعد نعيشه. فمن تشوف هيك الموقف قدامك ما تتحمل، يعني ما انا قاعد اشوف طفل قدامي وزوجته ولهم حق عليه. فانا هواي هاي، يعني مو بس انا، كلتنا البشر احنا قاعد نشوف هاي بالاونه الاخيره، هواي هيك نماذج نشوف. انا طبعا اسف يعني ما ادري صراحه، اعذرني يا حبيبي اعذرني. احنا نعتذر منك اكيد طبعا. تهم نرفزتني ترى، يعني استفزيتني هواي. سمعت الحوار كله من البداية للنهاية أتوقع، تفضلي هنا يا أمي. إيش وقت اللحظة اللي دخلت بيها وشنو كانت السبب؟ من جه هنا يحكي بالتليفون، قالوا حبيبتي أنا يعني إن شاء الله اليوم أطلعك بأحسن مطعم. بس مو مال أحسن مطعم، لا مو مال أحسن مطعم، زحمة يعني. أنت عائلتك صار لها ساعة تريد من عندك تطلب من عندك تعطف العزية فلوسك، ليش يعني ويا صاحبتك اليوم أطلعك بأحسن مطعم وكذا. هذا واقع حال نشوف الكثير من الشباب اللي متزوجين والرجال اللي دي يعيشون هاي الامور اللي هي دي يقصرون بحق عائلتهم وينطون هاي الفلوس كلها اللي مكان ما عائلتهم واطفالهم يستحقون لاشخاص خاطئين ولعائلتهم. صحيح بالضبط. شنو تحب توجه رساله لكل شخص دي يشاهدنا ان كانوا شباب وان كانوا بنات بهذا الموضوع؟ اعتذر اول شيء اعتذر يعني من كل الموجودين، يعني البدر من عندي هسه يجوز ابو الاسواق يجوز الكل اللي موجودين، يعني احنا نعتذر منك اللي هنا موجوده. فانا اعتذر كلش من عندهم لانه بدر من عندي تصرف يعني خارج عن ارادتي صراحه. الرساله اللي حبيت اوجهها انه بس خلي يديرون بالهم على عوائلهم، خلي يديرون بالهم على عوائلهم، خلي يخلون مكان الـ 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 المبلغ اللي صرفوه بمكانه الصحيح، يعني لا يصرفوا على فد شيء ما يسوى. اي نعم. شكرا لك، تسلم. انا كلش اسفه على الشيء اللي صار وضايقتك انا وانت تتسوق، يعني احنا كلش اسفين على هذا الموضوع. شكرا لك، تسلم. تقدر تاخذ راحتك، انا كلش اسفه مره ثانيه. تعال مسار تفضل لهنا. انتم المشاكل نور خلاص. مسار احنا هاي ظاهره والافه نشوفها متواجده في المجتمع ومنتشره بكثره بالاونه الاخيره، حتى بالاونه السابقه، ولكن حاليا نشوفها الناس قامت ما تستحي. شلون ما نقول انه عادي يشوفوها بالاسواق، يشوفوها بالماركتات، يشوفوها بكل مكان. طبعا ستنول هاي، طبعا هاي الظاهره موجوده بمجتمعنا. اغلب المتزوجين يفضل نفسه على عائلته، ويعني احنا ما يعني نحكي بالبعض يعني المتزوجين. ان شاء الله من خلال قناتنا، من خلال هذا البرنامج، برنامج ضوها، توصل رسالتنا. ترى الزوجه شيء مهم والعائله شيء مهم. ان شاء الله من خلال برنامجنا ان شاء الله توصل رسالتنا. انت دورك كلش مو مفعال بهذه الحلقات والظواهر اللي نمثلها، لان انت تريد توصل الصوره وتتحمل الكتل اللي تنكتله من الموضوع بسبب نور. هسه نجي على نور. نور تعالي تقربي علي خلينا نسولف. نور احنا كنساء وبنات دورنا كلش فعال بالمجتمع، بس نشوف اكو اضطهاد وعدم احترام من بعض الاشخاص. اكيد احنا ما نجمع الكل بهذه المواضيع. شنو رايك بهذه الظاهره اللي نريد نوصلها كرساله؟ والله هي ظاهرة غير لائقة بالمرأة العراقية تحديدا، لأنه هي يعني مظلومة بكل الأحوال، إذا من الزوج والبيت وكذا، فمو المفروض يعني يعاملها هيك معاملة. نعم. شكرا لك نور. حسوني انت حركت الجو اليوم. شكرا لك حسوني، شكرا لك أيضا مسار. بالتأكيد مشاهدينا الكرام ظواهرنا مستمرة ورسائلنا مستمرة من شاشة قناة ذاكروس الفضائية، مستمرين نوصلكم رسائل بشكل صحيح. إذا انتظرونا بظاهرة أخرى وأكيد مواقف جدا جدا عميقة حتى نوصل لكم الرسالة بصورة أوضح. شكرا لكم وشكرا إلى مشاهدتكم. بعد ما شاهدنا هؤلاء الظاهرتين راح ننتقل لظاهرة ثالثة راح تتكلم عن التسول خصيصا للأطفال. خلينا نروح نشاهد مسار شلون تصرف في هؤلاء الأطفال وشلون خلاهم يتسولون بالشارع وشنو اللي سواه، وراجعين.
هاي شو تسوون هنا؟ هاي شو عندكم هنا؟ انا وين موقفك؟ انا وين موقفك؟ بس سؤال، انت وين موقفك اني؟ شو تسوون؟ ليش متجمعين ثلاثتكم؟ زيت طلعت اليوم؟ شنو؟ انت زيت طلعت؟ تعرفون اليوم شو حسوي بكم بالشركة؟ انت ايش قد طلعتي؟ ايش قد طلعتي؟ لكم انا بس انت قاطع؟ صلى على النبي، صلى على النبي. ايش بيك وياه؟ شلون؟ ايش بيك وياه؟ موظفين وياه؟ يعني. موظفين موظفين شلون؟ موظفين بشنو؟ انا صاحب شركة. ايه؟ ايه؟ شركة وشغلهم هيجي؟ زين انت جدي مثلهم هم؟ جدي مثلهم؟ شنو جدي مثلهم؟ انا صاحب شركة. صاحب شركة جدي وياهم انت شنو؟ اخويا بس ادفتي انت شنو حضرتكم يعني؟ لا ما يصير الصيح عليك. انا صاحب شركه. انا تقبل احد صيح على اطفالك؟ موظفين يمي. وذا موظفين يمك اخويا؟ تقبل احد صيح؟ انا ما متزوج بعد. ما متزوج؟ راح تتزوج. شنو راح تتزوج؟ طبعا هيك واحد ما يتزوج. انا موظفين يمي. اذا موظف انت مال مجاديه. شنو موظف مال؟ انا مدير الشركه. جاي مدير الشركه مال ايش؟ مال مجاديه. اخويا تسين بس سؤال، انت شنو مدير الشركه؟ ما شنو بس سؤال، بس مدير الشركه؟ بس سؤال، بس سؤال. انت شنو حضرتك؟ انت شنو 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 الشركه؟ ما شنو موظفين يمي صار 3 سنوات. اي ما شنو انت تعرف اني بس هذا التقاطع دافع عليه 5 ملايين؟ اي عافيه. مدير الشركه ما شنو انت؟ انا صاحب شركه مالك علاقه. مالك دعوه اخويا، انت شنو لك دخل؟ انا صاحب شركه. مدير الشركه مالك دعوه. المدير لابس حلوه هاي الحركه، ساعه جديده كلش حلو. شلون كلش حلو؟ ديزاين حلو. انت شنو مثلا تقلد عليه؟ انا ذهب كله ذهب. ذهب اي طبعا. من ايش داوى هاي فلوس؟ هاي هاي سيارات جديد. شلون بروز ذا الاطفال؟ اخوي ما لك علاقه انت. ليش انا والله انا عندي سند. لما الله يوفقك. شلون الحمد لله موفقني الله. الله لا يوفقك ان شاء الله. اخوي توكل منا والله العظيم. توكل منا منا عاد. شلون شنو يقول دول؟ من يضمن دول وياك؟ ما ابو موظفين اسالهم. تعالوا انتوا وين ويا من؟ لو لا انت وياه لو لا لا تسوي لك علي هيك. وقرين وقرين تسوين وقرين اخوي. انا موظفين يمي تبس لك. انت شنو احنا شنو واقفين انت شنو صاحبين المكان؟ اي صاحبين المكان. والله ما في احكي وياك. لا احكي اخوي. توكل منا على وذا ما رحت. توكل منا وذا ما رحت. شلون ها؟ انا عندي ظهر كلش قوي. شلون والله والله ها ظهره قوي يعني؟ اي ظهره قوي والله. شلون؟ يلا امشي للشركة. يلا عوفهم اخوي. عوفهم تعال تعال ويا عوفهم. تعال نسمع. تعال بس تعال. انت شنو تتعين؟ تعال 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 بس سؤال. تعال 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 كاميرا خفية. تجربة اجتماعية. تعال تعال تجربة اجتماعية. قوم مسار تفضلوا لي هنا. انت ارتاح مسار وبعدين تعال لي. وقعت القلادة. تفضل لهنا. تفضل لهنا يمي من هاي الجهة. طبعاً أنا كلش آسفة مبدئياً على الشيء اللي صار، بس تجربة اجتماعية مثل ما شفت مسار قرب لي. مسار دي مثل دور إنه أحد العصابات اللي ماسكين أطفال يتسولون بالشارع. صح أكو هواي أشياء أنا شفت هيك. طيب شنو الظاهرة اللي شفتها هسه؟ شنو كانت تعبر لك إنه أنت تدخلت ليش؟ لا لأن الأطفال شنو ذنبهم؟ هو الطفل الأم مثلاً، الطفل هو مثل يعني شاشة أنت تتحكمي بيها، روحيك روحيك، هذا شنو ذنبه؟ الاطفال مثل ما تشوفهم ثلاثه، لا واحد لا اثنين لا اربعه. مشكلة بس هذا واقع حال نشوف. صح هي تساهت ما بين الصدق وما بين الكذب، بس الانسان لازم ينطل لله. بس هم اخو ما اقول له انت كذب بشركه او انت لا ما عنده. تاهت. ايش هو بشركه قلك؟ هي مدير شركه. مبين عليه مو القلاده وين؟ كلش اسوان. لا بالعكس احنا اللي نعتذر منك. القلاده وين راحت؟ ما اعرف. ذهب وظهره قوي يمكن انقطعت الظهره. طيب وحضرتك شنو ردت فعلك على الموضوع اللي شفته كظاهرة تسول؟ هاي الأذان يعني شفت انت شلون حكوا ويا الأطفال ويصيع عليهم قدام العالم يعني. يعني أي واحد ما يقبل يحكي على الأطفال. أكيد طبعا احنا نشوفهم بالتقاطعات يرعصر قلبنا عليهم، فما بالك إذا اكو عصابة خلفهم يخليهم يروحون يشترون ويبيعون ياخذون فلوس. صح صح والله. نعم. صح. طيب شنو تحب تقدم لهم رسالة ذول الأطفال المساكين اللي بالشارع عليهم المفروض يدرسون ويكملون أحلامهم ونقدر نقول طموحاتهم الموجودة؟ والله الرسالة مو لهم يعني، هم كأطفال ما راح يستلم الرسالة، الرسالة للأهل. تمام. تربية الأهل هي تبدي إنه أكو مثلا كهو قال إنه أنا قاعد بشركة هم يجيبوا لي الكاميرا. تمام. إنه أنا قاعد بشركة هم يجيبوا لي الفلوس. أكو هواي أطفال أنا أسألهم بابا وين؟ يقول بابا بالبيت. زين شنو يشتغل؟ ها والله ما يشتغل. زين ماما وين؟ ماما بالبيت. أي كل شيء بالبيت. تمام. أولادي ممكن خاطفهم ممكن سارقهم. صح صح أعرف. هو ربط الشياها فالحكي كله يم الأهل. هو طفل يقول أروح اشتغل لي. أنا واحد يقول لي أبوي يقول ما تدخل البيت إذا ما تجيب 25. أنا يومية أشوفهم
يقول له كميه سعر يلا تدخل البيت، وصح هذا الشيء. هذا الشيء فعلا موجود اذا شاء موجود 100%. وبالشركات هم هسه سمعتها عايض عليهم، ليش انا مو قلت لكم كذا وكذا؟ لان اكو ناس اجر مكان، هسه مو اي واحد يقدر يجدب هذا المكان. كتله لا تكتله، ليش اخذته هناك قعدت على الكرسي وكتلته؟ دا ما يندعم بالسيارات. هم خايف عليه. اي يعني ما خايف عليك. انا قعدت قال ظهره قوي، قلت له اوكي اقعد على ظهرك. طيب الدنيا بطرة ثاني ما اريد اطول عليكم، عندكم مانع بعرض الحلقه؟ عرضوها هاي. عادي انا كلش اسفه مره ثانيه وممتنه لردت فعلكم. تسلمون، ثانك يو. تقدرون تاخذون راحتكم، تعال مسار هنا. مسار يعني انت تحشوها ومخلي الاطفال يم السيارات، تعالوا تقربوا هنا يمنا. تعالوا تعي من هنا حبيبي حتى لا تندم. من شك شي هالمره؟ بس انقطعت القلاده. ظهرت التسول كلش سيئه مسار بالشارع، ما عرفاني شنو رد فعلهم. حكى وياي قال لي، قلت له ليش مزوح منه؟ انا ترى عندي ظهر قوي وزين قوي. هاي قاعدك على الكرسي وقلت لك خلاص، قلت له مسار. بس ان شاء الله من خلال قناتنا ومن خلال برنامج ظواهر نوصل هاي الظاهره للمجتمع، نسلط الاضواء على هاي الظاهره على مود بعد تتدخل هي قواتنا الامنيه وتاخذ اجراءاتها. طبعا نوجه كل الحب والاحترام لقواتنا الامنيه، ووجه كل الحب والاحترام إليش، تعبنا كلش. احنا هم تعبناك مسار، تنكتل هواية بس ما يخالف، كله في سبيل الرسالة توصل. شكرا لك، شكرا لكم أطفالنا الحلوين. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، رغم هاي الأجواء القاسية المطر والهواء والبرد، ولكن الأطفال دي يتسولون بهذا الشارع. بس حتى الأطفال من دي يتسولون، الظواهر عميقة، حتى الناس دي تتدخل. أكيد انتظروني في ظاهرة أخرى وفي تسول آخر ويا الأطفال حتى نشوف ردات الفعل شلون حتكون. من بعد ما شاهدنا مسار شلون تصرف وياهم، وشاهدنا ايضا ردات فعل الناس شلون كانت بحق مسار، كانت ردات فعلهم قاسيه جدا، بالذات بهذه الظاهره، لان ظاهره ما من الممكن اي شخص يسكت عليها. وشاهدنا ظاهره التحرش وظاهره التقصير بحق العائله والاسره الكريمه. اكيد لهنا رسالتنا كقناه زاكروس الفضائيه وكمقدمين برامج في هذه القناه، لازم نقضي على هذه الظواهر وهذه الافات الموجوده في المجتمع. لهنا خلصت حلقتنا. اكيد ختام حلقتي لازم اشكر ازياء الحرملك اللي على طول مهتمه باطلالتي. انتظرونا بحلقات مقبله.